متابع مشاهدينا مع فقرة هلأ وقتها والفنان التشكيلي ماتيو مخلوف. صباح الخير. مجهور. كيفك ماتيو؟ الحمد لله ماشي الحال. اليوم انت معي لنحكي عن تفاصيل المعرض جوتان بريزون يلي خبرنا هيدا اول معرض لإلك. هيدا تاني معرض سولو بعمله بجالوري شريف ثابت لافتتاحية ماردين الاراد 16 جانفيه. والمعرض جوتان بريزون. ليش جوتان بريزون؟ الاسم الحقيقي تلمون جوتان كجوتان بريزون. اوكي. الفكرة بلشت بس كنت عم شخطر وانتبهت انه بس ارسم شخص او اكتب عن شخص بكون كأنه عم بزربه بهالخبار اللي عم بعملها. من هون صرت فكر ونبش واكتب اكتر وارسم اكتر لحد ما اكتشفت انه بالمجتمع بنعمل هيك. بالمجتمع اوقات بس بدنا نحب حدا نزربه نجبره يبقى معنا مثل ما نحن بدنا اياه. ومن هون صرت تطور هالافكار من فكره لفكره من لوحه للوحه وطلعت تلمون جوتان كجوتان بريزون. بس حلوه الفكره. يعني انت اليوم نوعا ما عم بتجرب تجسد الواقع من خلال رسماتك، الواقع يلي يمكن نحن ما بنعترف فيه. مزبوط، ما بنعترف فيه، ما بننتبه له اوقات، اوقات بنعيش هذا الشيء بس انه اذا اوقات حدا بيلفت النظر او بيحط هالعلامه الاستفهام بينتبه انه يمكن فينا نظبط شيء معين بهالمجتمع او على القليله بعلاقاتنا مع الناس اللي حوالينا. صح، لان نحن دائما بنحب، يمكن بطبيعه الانسان عنده هيدا حب التملك. مزبوط. انه الشخص اللي بحبه لازم يكون بس له، لازم يكون مسجون نوعا ما لهيدا الشخص. شو بيتضمن المعرض ماتيو؟ المعرض فيه 38 لوحه، من لوحات صغار حجم A4 للوحات اكبر بالمترين تقريبا، موزعين فيه كله. اكيد فيه فرد خيط فني اذا في اقول، بس تام معين حتى تام فيزيوال، بس انه منوع اكثر من المعرض السابق. اوكي، عم نشوف، بلشنا نشوف الصور الغريبين. خبرنا شوي عن هيدي اللوحه. هيدي اسمها انا ديبلوز، هيدي وحده من سيري 11 لوحه. أوكي. بيلحقوا بعض، كل وحده بتبلش بشو بتخلص اللي قبلها. واو. فكرتها كيف انه على طول كل شيء بيأثر على بعضه بالحياة، أوقات قصص ما بيعرفوا ببعض، يعني يمكن أنا اليوم باستوديو في أثر ببيتي، ببيتي في حدا رح يأثر بشغله، كله بيأثر بعضه بطريقة غير مباشرة. كلنا مترابطين ببعض. مزبوط. أوكي، هيدي الفكرة من هيدي الصورة. هيدا المعرض القديم كشكاش، عملته ب 2022 كمان مع شريف ثابت. وهيدا الفلاير تبع جوتان بريزون. امتى رح يكون المعرض؟ ب 16 جانفييه. 16 جانفييه مارديا على الأربعاء. نهار واحد؟ لا، الافتتاحية ماردي وبيبقى ل 8 فيفريه. اوكي، عم نرجع نشوف هيك لوحة تانية، حلو هيك تفسر لنا. يمكن عادة كل شخص بيقرا اللوحة مثل ما هو بده، صح؟ مزبوط. بس هيك لنعرف أكثر أنت شو قصدت برسماتك. هيدي كانت الانترو تبع كشكاش معرض الأول، فيها إذا بتشوفي لونين كثير محددين، الأزرق عن بتحكي عن الكبار والاحمر بيحكي عن الاولاد، وهالالوان هاللونين بيمشوا بكل السيري. كانوا فكره كشكاش كانت انه دائما الاولاد عم بيتخبوا من الكبار او عالم الكبار لانه ما بدهم يوصلوا لهالهموم وهالمسؤوليات وهيك، والكبار دائما عم بينبشوا على هالطفوله لانه بنفقدها بمحل. يمكن انا بعد مش كثير بس انه بس بلشت المس هذا الشيء دغري عملتها لهيدي السيري انه اف انا وين؟ انا هون او انا هون؟ وين عبالي كون؟ وهيدي طبيعه الانسان عاده. اوكي، هون كمان عم نشوف لوحه. هيدي لوحه ابستري، شغل شويه ابستري اوقات، بالاجمال بيكون شغل بيرسوناجات في فيجوراتيف، بس بقلبه بيكون في ابستري. حسيتها بروبلم مات انا. هيدي مستوحيه من اوضتي. من اوضتك؟ من اوضتي، يعني هذا الكاري الابيض هو الشباك، على الشمال في التريبيه اللي كنت ارسم عليه. بس انه بطريقه كثير ابستراكت. اكيد. ما حدا رح يلاقيها غير ما اكون عم بقول. هيدي كمان من سيري كشكاش، اذا بتنتبه في كمان الاحمر تحت. ثلاث الالوان عم تستعمل. مزبوط، الاحمر تحت، الازرق فوق. بيسألوك كثير عن شو قصدك بهاللوحات او ايه مش يعني لانه غريبين شوي. مزبوط، مش دغري المعنى بيبين. اوقات ما يبين ابدا اذا ما كنت قايل شيء او كاتب شيء حدا، واوقات انا ما بعرف، اوقات بيطلعوا مني انه بتطلع الرسمه شوي عفويه ومش على طول بكون عم بشرحها لحالي حتى. اوكي، هون عم نشوف كيف بتعمل التام، يعني كيف بيكونوا شوي زيت الالوان. مزبوط. زيت الفكره. مزبوط، هذا بمارد كولكتيف كان بالصيفيه، عملت هول اللوحات كانوا كلهم مزبوط زيت التام زيت الالوان، ثاقبت كمان احمر وازرق لونين بيشبهوني كثير بستعملهم دائما. اوكي. هيدي من سيري اسمها ميشاز ان بلاستيك، كمان بتحكي شوي
عن ذات التام، بس كانت بطريقة بعدها بدائية، كيف انه اوقات بقعداتنا فينا نكون عم نعيش شيء كتير مهم لو القعدة كتير بايخة. حلو. هيدا هيدا كمان مشاز اون بلاستيك، هيدا بترمز، هيدا زيت سري تبع قوته، بس هيدا على سطح رفقاتنا كنا نقعد على كراسي بلاستيك، فمن هول القعدات الكتير بسيطين حبيت اعمل وقتها سري. كمان هيدا هيدا اسمه كالكو بار اون شالور، محل دافي، فيها ترمز لك كتير قصص وفيها ما ترمز لشي. هيدا البرمة مطرح ما بالنسبة لي مطرح ما بيخلق، فيها تكون الكون، فيها تكون العالم، فيها تكون بطن الأم، مطرح ما بيخلق هالولد. السيرك اللي عندي الروم كتير شي بحبه، بلاقيه محل دافي، بس نقعد بجامعة بنقعد اون روم، فمش هيك كتير بمحلات باللوحات برسم هالروم. حلو. الرسام عادة بيكون عنده أفكار غريبة، يعني بيكون بيقعد بمحل بيتأمل هيك، يعني بيراقب أكتر ديتيل. هلا ما بعرف الفنانين كلهم، بس إنه بالمطلق اللي بسمع عنهم خصوصا أنا، إيه كتير أوقات منكون قاعدين، بكون قاعد بقدر أسهى أتفرج على شيء يمكن غيري مش منتبه له. يمكن شجرة، يمكن ما بعرف مابل محطوط بالأوضة، أو حتى بكون قاعد بأوضتي وأفكاري بتروح بتختفي بتطير، بصير غير محل. يعني بكون عم فكر، بيطلع عناوين، بيطلع كلمات، بيطلع أفكار، بيطلع شيء عبالي ارسمه، لو مش كتير بيكون واضح براسي، بس بحس انه لازم روح اكتبه او ارسمه طيب بلش يبين. كمان بتكتب؟ بكتب شوي، مقابل البانتور يعني. وكيف هيك بتستوحي الافكار اللي انت عبالك تعملهم بلوحة؟ يعني كيف بتقول هيدا الفكرة عبالي ارسمها؟ اكيد مش كل الافكار اللي بيجوا على راسك بترسمهم. اكيد. واكيد مش كل شيء برسمه له فكرة كتير كانت واضحة أساسية براسي. سو حسب، أوقات بكون قاعد على مكتبة بكتب عناوين أو بكتب كلمات أو بعمل ريسيرش معينة بتعجبني. بالإجمال كتير بحب القصص، بحب الخبريات، بحب الإستوار، كل شيء فيه من المجتمع، من السيفيليزاسيون، من الناس، من الوجوه. مش هيك أكترية شغلة فيه هالفيجوراتيف هالأشخاص. بحب القصة، بحب اللوحة تخبر قصة، تخبر شيء معين يمكن الناس ما يعرفوه، يمكن أنا ما أعرف القصة، يمكن بلا حددها، ويمكن كل واحد يشوفها مثل ما هو، يمكن كل واحد يقرأ القصة اللي بده إياها، بس بحب اللوحة تحكي تعبر عن شيء معين. طب شوف، اليوم بتلاقي أنه نحن ببلد بقدر هيدول الأشياء، يعني بنعرف قدي حضرتك كفنان تشكيلة بتتعذب لتقدر تعمل معرض، لتقدر كله يمكن على نفقتك الخاصة، لتقدر توصل هيدا الفن للناس اللي أنت عبالك توصل لهم إياها. في تعب إفار زيادة؟ في إفار زيادة وفي تعب، لأنه منكتشفه بطريقة كتير بروت. يعني نكبر، أنا مثلا أنا شخصيا بكبر مفكر أنه أوكي بقدر أرسم بس بقوتي وشو بدي أعمل بالرسم، لحد ما فجأة بكتشف أنه أوف إذا بقدر، بس فيها كتير خبار بدي أعملهم، لازم ناضل، لازم أشتغل، لازم نبش على كومبيتيشن، لازم نبش على جالوريات، أحكي أعمل معارف. وبمحل في ناس داعمة، في ناس بسوق الفن أو بعالم الفن بتنبش على هول الارتست، بعدهم كتير قليل يمكن بلبنان، لأنه ما منعطيهم أهمية. مثلا بالمدرسة لحد مسيرتي بالأرشتكتور، يمكن بالأرشتكتور بدي أسألك هيدا السؤال، أنه اليوم بالمدرسة ساعات الرسم عنا إياهم ساعات تسلاية، يعني والتلاميذ كمان أنه خاي هلا عنا رسم يعني ربو قديمون هيك في عتب، لأنه في كتير ناس يمكن عندها مواهب ما بتبين، ما بتعرف أنه هي عندها مواهب. أنا شخصيا كنت حب صفوف الرسم، أنا برسم من أنا وصغير، بس هلا اطلع على صفوف الرسم بحس انه كانوا قليل، كانوا ناقصين، كانوا مثل ما عم تقولي انه بس ساعه اكتيفيتي بالجمعه، ما عم بيعطونا عن جد شو معنى الفن، مين هالفنانين. انه معقول على 18 20 سنه ما بنعرف ولا فنان لبناني، بنعرف بس عن كم اسم عالمي لانه هول بكل تاريخ الفن بيحكوا عنهم، وحتى مش هالقد. نرجع بالارشتكتور تا شوي نبلش، انه انا لان عامل ارشتكتور شوي بيعطونا بالايسوار دولار اسامي جديده، بس منبلش نبش نحن وين في معارض، مين في ناس بتعرف، تنبلش نفهم تلاقي حالة انه كيف معقول فوت بهالسوق الفن. هون في انه في طحشة معينة لازم واحد يكون عم بيعملها، في صعوبة وفي معارف، في بي ار معين بدك تعمله لتقدر تفوت، يعني بدل ما انت تكون بس عم تهتم برسماتك عم تكون عم تهتم انت بكل شيء. دايما بتعمل معرض لحالك ماتشو، او بيكون في معارض لكتار من الرسامين، او بتفضل يكون معرضك خاص فيك؟ بعتقد كل فنان بينبسط بس يكون عنده سولو اكزيبيشن.
بتنبسطي لانه العالم كله انت عم تخلقيه، كل شيء بيشبهك، انت عم تحطي من اصغر ديتاي لاكبر، من اسم اللوحه لاكبر لوحه موجوده. شغل مثل ما شفنا قبل كولكتيف، عارض كمان بكولكتيفز مع غير فنانين، وكمان هذا الشيء بيفيد انه بيعرفني على الفنانين الجداد، بخليني اشوف شغلهم، بخلي الناس تشوف شغلي. كمان يعني اختلاط العالم مزبوط ثقافات. يمكن بتسافر بتفكر انه انا اخذ هاللوحات وسافر فيهم، او قبل شاركت بشيء من الخارج؟ برا لا، بعد ما شاركت. هلا انقبلت بريزيدانس ارتستيك بفرنسا، انقلت بالصيفيه مرسي، رح يكون عندي 3 اشهر بباري، كون عم برسم، عندي اتوليه كون عم برسم فيه وارد فيه برا. قبلها لا، بعد ما صار لي كون عم بارد رسماتي برا بمعرض. سافروا لوحاتي بلاية، انعرضوا بأمريكا، انعرضوا لحين، عرضوا يمكن بدبي، يمكن بفرنسا. سو بس بعد ما ظهرت بمعرض كبير. أنا بدي أتمنى لك كل التوفيق ماثيو، وإن شاء الله كل هاللوحات اللي عم تعملها تكون عن جد بتتقدر، لأنه بعرف أنا قدي الفنان بيتعذب اليوم ليقدر يوصل المسجز اللي هو عباله يوصله بأحلى صورة. شكرا كثير لك. مرسي. مرسي عليك.